اتغدانا مسلمين، اياك نعبد خاشعين، نطلب رضاك وما فيش سواك، وبنور جلالك نستعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السلام أنقله إليكم من جامع الزبيري بصنعاء. باسمكم جميعا أرحب بالقاضي محمد إسماعيل عمراني حفظه الله. حياكم الله قاضي محمد. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. قاضي، هنا سؤال يسأل، يقول هو من طلابكم، يقول: هل قرأتم على طلابكم كل كتب الشوكاني؟ وكم قد درستم مرة في كتاب سيل الجرار ونيل الأوطار والدراري وغير ذلك؟ ما مش الجملة هذا، قريت نيل الأوطار مرة أو مرة في مسجد الفليحي وفي جامع الزبيري، وفي الزبيري قريته أيضا من أول إلى آخرة ما شاء الله. والسيل الجرار قريته بعض من نف الفليحي، وأكثر كريته من أول إلى آخرة إلا جزء من وسطه في الزبيري. في الزبيري ما هي نتيجة؟ والله هذا هو سؤال، يقول لي شيء الذي يفيده، ما يقول إذا اختلف أخبرونا أي مؤلفات الشوكاني المتقدمة وأي المتأخرة، لأجل إذا تعارضت أقوال الشوكاني نعرف أين والقديم وأين والجديد، ونعرف أين والناسخ وأين المنسوخ. صحيح. الأولان يقول هكذا، فأجوب له أن من مؤلفاتها القديمة كتاب نيل الأوطار، فهو أول مؤلف. ومن مؤلفاتها أول مؤلفاتها الكبار، وبعده كتاب وبل الغمام، هذا ألف من السنة السابعة إلى السنة التاسعة، سنة 1207 إلى سنة 1209، وبعد كتاب وبل الغمام سنة 1213، فهو بعده. فإذا تعارض كلام ما بين نيل الأوطار وبل الغمام فنعمل بما في وبل الغمام لأنه متأخر في الكتب الطويلة. نعم. ثم بعد ذلك كتاب فتح القدير في التفسير. نعم. بعد في سنة 1223 و24 و25، ثم بعد ذلك الدرر البهية والدراري المضية في حوالي سنة 1220. أما آخر مؤلفات الكبار وكتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهر، صنفه قبل موته بخمس عشر سنة، سنة 1235. فإذا تعارضت أقواله في مؤلفاته فالعمل على ما في السيل الجرار، لأنه القول الأخير، القول الجديد، القول الناسخ لما قبله. هكذا ينبغي أن يسأل. قاضي محمد حفظكم الله ورعاكم، إن كان في هذا فائدة علمية من جامع الزبيري فأعطونا إياها. ما هو؟ لماذا سمي جامع الزبيري؟ أهل الحارة حال ما عمروا هذا، واحد من أهل الخير معه وصية في عمارة مسجد، فرجح أن يعمرها في هذا، عمر في هذا العرصة. أهل الحارة قالوا ما دام هذا المسجد قريب من شارع الزبيري الممتد بالعصر إلى باب اليمن، سموا شارع الزبيري. هذا ليس فيه فائدة لا فكية ولا علمية ولا دينية، لكن هو نسبة للزبيري الشاعر، الشارع باسم النعم، وهذا تابع له، ملحقا به، ملحق بالقاضي محمد محمود الزبيري أبو الأحرار. تعرفه مثل ما أعرفك. أدركتموه يا قاضي؟ أعرفه وأدركته وأعرفه مثل ما عرفتك. جزاك الله خير. أول لقاء، رجل دين، سياسي، شاعر، أديب، متواضع، نزيه، عفيف، الأوصاف كلها موجودة في الزبيري رحمه الله. أول لقاء به جمعكم متى يا قاضي؟ أعرفه أولاً قبل الثورة، ثم عرفته بعد الثورة حينما جاء بعد قيام الثورة رحمه الله. طيب قاضي، هنا سائل يسأل،
يقول رجل حلف أقسم ألا يعود إلى ذنب من الذنوب أبدا، وأنه إذا عاد إليه سوف يصوم 10 أيام كعقاب لنفسه، ثم بعد ذلك عاد إلى هذا الذنب مرات متعددة حتى بلغ عدد الأيام التي يجب أن يصومها 1000 يوم، ما حكمه؟ هذا عاهد الله وخلف، علي أن يتوب إلى الله، مثل ما الذي شرب الخمر أو زنى أو لاضى أو عمل أو زاء أو زور أو غيره، عليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله، باب التوبة مفتوح للصغير والكبير، أهل الكبائر وغيرها. هل يكفر كفارة يمين أم يصوم عنه ولا ما هو قال حلف، هو قال حلف، هذا قال النبي من حلف على شيء وأتى غيره خير منه فليأت الذي خير، هذا ما هو حلف، ما هو قال حلف ألا أعود إلى الذنب وأن وإن عدت ما مش لا كفارة إنما لا توبة. جميل، جزاك الله خير. طيب قاضي، هنا يقول، هنا السائل يقول ما قولكم في محكمين أجبر شخص على أن يعطي غريمه قطعة أرض مقابل السلام وكفا للأذى ودفعا للضرر، هل يجب؟ إذا كان قد رضي فهو جائز، وإذا قد كان غير راضي فهو حرام، لأنه لا يحل مال امرئ بنفسه، لا يحل مال امرئ إلا بحكم شرعي، وهذا حكم إذا قد رضي وعانه، شو حكم شرعي؟ طيب سائل هنا يسأل يا قاضي يقول السقط عندما يعني يسقط من المرأة هل يجب الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين أم يدفن في أي مكان؟ هذا السقط إذا ولدت المرأة ولد إن مات وخرج ميتا فحكمه حكم الجماد الذي بين نفسي به، وهو الذي قرأنا في مؤلفات الأمير والشوكاني وغيره، وهو مذهب الهادوية أنه إذا استهل بكي ولا تحرك ولا عطش فعلينا أن نغسله ونكفنه ونعطره ونحنطه ونقبره في مقابر المسلمين ونجعل له قبرا صغيرا. وإذا لم يعطش ولم يتحرك ولم يبكي فحكمه حكم الجماد، هذا المذهب الذي بين افتي به. وهناك مذهب آخر يقول إذا كان بعد 14 فبعد 14 قد نفخ فيها الروح، وإذا قد نفخ فيه الروح فيغسل ويكفن، هذا مذهب الحنابلة. علماء الحنابلة يفتون بأن العلة هي نفخ الروح، فإذا كان هذا السقط قد جاوز 14 فقد نفخ فيها الروح فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين ويكون له قبر صغير. أما الذي بين افتي به وهو مذهب الأمير والشوكاني والهادي وغيره فلا نفتي إلا إذا عطس، إذا خرج وعطس، إما عطس أو بكى أو تحرك أو علامة حياة أو أي علامة من عمالة الحياة فلا. وأيضا عادوا يرث، يرث يرث إذا كانت المرأة ولدت فعطس ثم بعد ذلك ماتت ولا مات، من مات الأول ورث الآخر، ورث الآخر، ورث الآخر. طيب جزاك الله خير يا قاضي، هنا امرأة تقول أنا آخذ من زوجي مالا بدون علم منه لكي أجمعه لحاجتي، للعلم أن زوجي قد عرف مرة فاحتاج لفلوس وأنا أعطيته وشرحت له من أين هذه الفلوس، وأنا مستمرة أريد أن أجمع كي أشتري بها سكنا لي، فما هو الحكم؟ زادها الله حرصا ولا تعد، ما قد فعلت فعلت، أما أنها تأخذ فلوس خفية منه لأجل تعمر بيت له ولأولاده فالظاهر هذا غير مشروع. جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب تقول هنا امرأة أخرى تقول زوجي مغترب وكان يرسل لي مالا وكنت أجمع كل ما يرسله إلي وكنت أسكن في بيت أهلي وأخذت هذه الفلوس وجمعتها حتى أشتري به مسكنا لي أو قطعة أرض،
كون زوجي زوجته الأولى معها بيت وأنا ليس معي بيت، هل هذه الأرض ملك لي أو لهم جميعا؟ ما كان في الأرض أو في عمارة أو في أي شيء من النقد الذي كان يرسل لها نفقة وهي تحرص عليه وتأكل عند أهلها أو تقتصد فهو ملك لها، وبلا أن عليه فهي تملك في هذه العرسة من نسبة قيمة العرسة بقدر فلوسها. فإذا صادف أن رجلاً قائباً قدر الحاكم الشرعي لهذه المرأة 10,000 ريال في كل شهر نفقة ومع الكسوة قدر لها في السنة 20,000 في كسوة أو غير ذلك، هي تأخذ هذا من مال من وكيله وتقتصد وتبقى في بعض الأيام عند أهلها وفي بعض الأيام تقتصد. نعم. وبعد جمعت شيء من هذا الشيء واشترت لها حلية، فهذا الحلية ملك لها، فإذا طلقها زوجها والعياذ بالله أو مات زوجها فهو ملك لها، لأن بمجرد ما قرروا كم النفقة وبمجرد السلامة قد أصبح تمليك، إما تصدق به أو تتخره أو تتجربه أو تعمل به. جميل. وبذلك تصبح قطعة الأرض لها. نعم. لكن يا قاضي لو أنها بقدر ما في العرض هذا في العرصة بقدر فلوسها بنسبة مال غيرها. لكن لو أنه كان يرسل المال لها ولأبنائه كونه معها يصبح الملاك من؟ يعني نفق لها وللأبناء؟ نفق التالي نفسها، أما الطفل فلا دخل فيها. لو جمعت الكل واشترت به أرضاً؟ لا، أما الطفل فلا، نفقة الطفل ما تستطيع ايش يقول فيه، معين فيه. فتكون يعني للكل. نعم. طيب يا قاضي محمد، هنا يعني سؤال يعني ربما يكون في آخر الحلقة، يقول تقول امرأة أنا معي كلب في البيت أربيه وعندما أخرج من البيت أعود فيجري إلي ويلمس ثيابي بجسمه أو يلمس رجلي أو أمسكه برقبته، فما الحكم في هذا من باب نجاسة الكلب وهو يحرس البيت؟ ولوغ الكلب نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على ذلك في قوله إذا ولغ الكلب في أن أحدكم فاغسلوا 7 حتى 9 بتر، يجب عليها أن تغسل الثوب. جزاك الله خير وبارك الله فيكم، أشكر الله جل وعلا وثم أشكركم على حسن المتابعة والإنصات والمشاهدة، على أن أجدكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اتخلقنا مسلمين، إياك نعبد خاشعين، نطلب رضاك وما فيش سواك، وبنور جلالك نستعين.